أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله